فحظ المؤمن مما أخفاه الله عز وجل من الأجر في الجنة على قدر ما يخفيه بينه وبين الله من عمل صالح، على قدر ما يخفيه بينه وبين الله من عمل صالح. وما من عمل صالح إلا وغالبه قد جعل الله عز وجل فيه شيء يخفيه العبد، حتى يكون ذلك أسلم لقلبه أن لا يريد بعمله ذلك أحدا غير الله جل وعلا. وأعظم ذلك وأجله، وهذا مما لا يكاد يخفى على أحد، قيام الليل. فإن قيام الليل الأصل أن أحدا لا يعلم به إلا من كان لا بد له منك من يخالطك في بيتك، لكن أنت أبصر بنفسك. فإن كنت تقوم الليل وأهلك مطلعون عليك، من المحال أن يكون أهلك الدهر كله معك في بيتك، فقد يأتيهم سفر أو ما يشغلهم عنك أو ذهاب لبيت أهليهم، فقلما يقع من أحد إلا ويأتيه أيام يخلو فيها في بيته. فما كنت صانعه وأهلك في بيتك ينظرون إليك فاصنعه في الحال التي لا ينظر فيها أحد إليك. هذا الذي يبين إن كان الأول لله أو لغير الله. فمن بقي على الحال التي يعبد الله عز وجل فيها على الملأ فيبقى على نفس الحال وهو في الخلاء، ونحن لا ندخل بين أحد وبين ربه، لكن نقول غالب الظن أنه صادق. ومن كان غير ذلك معاذ الله أن نتهمه، لكن نقول له من الأحرى بنفسك أن تراجع ما تصنع. وكلما كان لك عمل تصنعه في خلوتك في ساعة يغلب على ظنك أن لا يراك فيها أحد، كان ذلك أقرب إليك عند ربك. فإن أطلع الله أحدا من غير أن تقصد أنت على تلك السريرة منك فهذا فضل ساقه الله إليك، لا تملك رده ولا تملك منعه، فاقبله على مضض. لكن لابد لكل مؤمن عاقل يرقب الله والدار الآخرة يرجو يوما أن يلقى الله، وكلنا سيلقى الله، لابد له أن يكون له من خزائن العمل الصالح ما يجعله سريرة بينه وبين ربه. وما لا يعلمه الناس وأنت تعلمه فامض عليه. وسأضرب لكم مثلا من غير تسميع، لكن لا أضرب مثلا في عمل صالح، سأضرب مثلا في عمل دنيوي، وأن تأخذ القياس والأشباه والنظائر. أحد يعني نقول الوجهاء في جزيرة العرب كان جالسا ذات يوم في فناء داره وحوله بعض بنيه، وهو يملك أمرا ونهيا، يعني ذا سلطان عظيم. فدخل عليه رجل طاعن في السن من أعراب البادية يشكو إليه، يطلب منه أن يطلق ابنه من السجن، وكان ابن ذلك الرجل مسجونا لأذن آذى به قوما، وهذا يملك إخراجه، لكنه اعتذر إليه في أنه لا يقدر أن يخرجه لأن هذا حق خاص لا يستطيع أن يفكه. فالرجل العجوز اقتنع ومضى قائما. في اللحظة التي قام فيها سقط عقاله على الأرض، فقام أحد أبناء هذا الوجيه وحمل عقال الأعرابي ووضعه على رأسه. هذه في عرف أولئك القوم تعني تحقيق المطلوب، والرجل العجوز نسي هذا كله، غاب عنه ومضى. لكن هذا الوجيه، أنا أتكلم الآن كيف أن الإنسان يكون صادقا مع نفسه، هذا الوجيه علم أن ما دام ابنه قد ألبس هذا الرجل عقاله فإن معنى ذلك تحقيق المطلوب له، والرجل اقتنع ومضى. فما كاد أن يصل إلى الباب إلا قال هذا الوجيه ردوه. كان أحد الناس، وهذا الذي أخبرني بها، ينتظر إذنه في أن يبدأ حديثه مع هذا الوجيه، فكلما تقدم هذا الرجل يقول له اصبر، أصبح يراجع نفسه فرده. فلما رده أمر من يملك الأمر، يعني من يتصرف باسمه،
قال ارضي خصومه بأي شيء بأي مال، وأطلق سراح ابنه ما دام أن ابني قد ألبسه عقاله. هذا موضوع دنيوي صرف، والرجل أفضل إلى رحمة الله، غفر الله له ورحمه. لكن الذي يعنينا هنا أن الرجل كان صادقا مع نفسه، هذا الذي يحتاج المسلمون أن يربوا عليه. فأنت أعطي لله وامنع لله بصرف النظر عن الرقيب، رآه الناس لم يره الناس، حاول أن تغلب سريرتك على نيتك. الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل أن تستوي السريرة والعلانية، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وهذا مرتقى صعب يوفق الله جل وعلا إليه من شاء من عباده، ومن صدق مع الله صدق الله معه. اللهم إنا نسألك سترك، اللهم إنا نسألك سترك، اللهم إنا نسألك سترك وعفوك وعافيتك. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.